عمران، خذ عمران يعطي وما عطي بريال. راك راط ورا Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. أخانا وأستاذنا موسى العطاونة، ها أنت اليوم توارى الثرى وتفارق الأحبة والأصدقاء، وأنت الآتي من مهبط الوحي مطلع الأنبياء، من مقلة الشرق منبت الأصفياء، من منبر الأقصى حيث الله أسرى بخاتم الرسل قمة الحكماء، من أرض فلسطين حطمت الأسوار، ردمت الخنادق، سويت التضاريس، وجئت موسى إلينا كما إدريس جاء، تحمل جراح الأرض منذ أكثر من نصف قرن بكل وفاء، وحللت مدينة برشيد لتسكن من قلب بنيها وبناتها السويداء. أنت نفحة قدسية هبطت إلينا من عالم الآلاء، عشت موسى بيننا هنا ببرشيد، أبا أستاذا مناضلا تحيي فينا الرجاء، فكنت فينا القلب، والقلب كما تعلم موسى سيد الأعضاء، عرفنا فيك موجها تحمل المشعل في الليلة الظلماء، عرفنا فيك أبا وأستاذا يعرف كيف يربي الأبناء، عرفنا فيك التواضع، والتواضع شيمة الحكماء.
أي موسى عرفنا فيك صاحب قضية، وفلسطين فيها رمز الصناع، فلسطين التي استوحيت منها فادي وفادية ونضال وجهاد وناهض ورفيقة الدرب الهم والصبر والسلوان رب السماء. فارقد سلام عليك مع الصديقين والشهداء، وعليك من الرحمن ألف رحمة ومنا صادق الدعاء. فاللهم إن أخانا في ذمتك فاغفر له، جئناك له شفعاء. فاللهم زد في إحسانه وتجاوز عن سيئاته، فأنت أهل الوفاء. فاللهم اجعل الفردوس الأعلى له نزلا، واجعل له الكوثر رواء، ونقرأ عليه فاتحة الكتاب رافعين الأكفة لرب السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلوا على رسول الله. هذا الفقير أيها الشباب الكرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروف فكفي، فإن لم تجدوا فادعوا له. هذا الفقير أسدى معروفا لأبناء مدينة برج، علمهم وكاد المعلم أن يكون رسولا. فهذا الفقير هنيئا له، وتشهد عليه أبناء مدينة برج وبناتها، لأنه كان يعلمهم ويرشدهم وينور الله به قلوبهم. أيها الأحباب الكرام، إن هذا المكان الذي يرى فيه ترى الفقير سينتظرنا جميعا. ولكن هل فكرنا في يوم من الأيام على أننا سنقول إلى ما آل إليه هذا الفقير؟ سيأتي علينا يوم ونقول إلى ما آل إليه هذا الفقير: ها نحن الآن ودعنا صاحبنا ووضعناه تحت التراب، ألا يكفينا هذا للتعيد؟ إخواني الأساتذة، لقد شرفكم الله عز وجل وجعلكم رسولا للتلاميذ، وفقكم الله عز وجل حتى تكون خدمتكم في المستوى التي كان عليها فقيدنا موسى. فأيها الأحباب الكرام، ما نملك في هذه اللحظات إلا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال: إذا وريتم على أخيكم المسلم التراب فاسألوا له التثبيت فإنه الآن يصلي. اللهم ثبت هذا الفقير، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم حضر له الجواب وألهمه سؤال الملكين، وثبت له المسألة منطقة. اللهم عرفه بما يقول، اللهم عرفه بما يقول، اللهم احسن إليه في قبره وافسح له فيه مد بصره، اللهم احسن إليه في قبره وافسح له فيه مد بصره، اللهم انزل على قبره الضياء والنور والنصرة والسرور حتى يكون عند الأبد من الآمنين، وعند قيام الأشهاد من الآمنين، ويوم القيامة من الفائزين. اللهم يا عزيز يا شهيد، ذا الحبل الشديد والفضل الرشيد، أمن قلبه يوم الوعيد، جنة دار مع المقربين الشهود، الركع السجود، يا رحيم يا ودود. إخواني الكرام، لما كنت في المدينة تفقد أستاذ فجاء في واحد قسم من العلم، لما كنت تفقد طبيب فجاء في واحد قسم من العلم، لما كنت تفقد طبيب وهكذا. يعني فاتقوا الله عز وجل، الله يكفينا العيوب باش
باش نديرو باش يدخلوا الناس بحال هاد الفقير، يعني باش نديرو حنا باش يذكرونا الناس. الفقير الله يرحمنا فوق ويرحمنا جميعا، اللهم ارزق اهاليه الصبر الجميل، اللهم ارزقهم صبر الصابرين وايمان المحتسبين، اخواني المشيعين اسمحوا لي لي شرف عظيم بل يزيدني تشريفا وتعظيما ان اتكلم امام هؤلاء الاساتذه، ان كنت انا لا اراهم فهم ينظرون الي، فنسال الله عز وجل ان يوفقكم لهذه الامور. عندكم فيكم شغاره الله يكرمكم، الله يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى، يا خالق الحسنات يقضي لكل عبد ما نوى، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين في بشارة الاسرى والغريب، اللهم الحقنا بهم سالمين، اللهم انا نسالك تعجيل عافيته، صبرا على بنيته، خروجا من الدنيا الى رحمتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله. اليماني عبد الحميد مواليد رشيد ولاد حريز حريزي، ولي الشرف انني درست عند الاستاذ موسى عطاونا، الاستاذ الفلسطيني الذي جعل من المغرب موطنه الاول بعد ان قدرت الظروف عليه هو والشعب الفلسطيني المنافي والتشريد خارج أرض فلسطين الحبيبة. التجأ إلى المغرب في بداية الستينات من القرن العشرين ومتهن مهنة التدريس وهي مهنة شريفة، واستوطن مدينة برشيد، وكان منذ ذلك التاريخ يعني منذ الستينات إلى أن وافاه الأجل ليلة البارحة، نعم الرجل ونعم الأستاذ ونعم المربي، على يديه تخرجت أجيال وأجيال، أطر المغربية في كافة الميادين. كان الأستاذ موسى العطاونة من أساتذة المبرزين الذين أبلوا البلاء الحسن ومثلوا مهنة التعليم خير تمثيل. أستاذ موسى رحمه الله لم يكن أستاذا عاديا بالنسبة لنا، لقد كان يعلمنا مع أبجدية الدراسة، مع أبجدية التعليم، كان يعلمنا حب الوطن وحب القومية وحب العروبة. الأستاذ موسى كان أستاذا متكاملا في أسلوبه وفي معاملته للتلاميذ، وظل الأستاذ موسى حتى بعد أن كبرنا وتخرجنا صديقا حميما لنا، نلتقيه في كل حين، وظل دائما الأستاذ المربي المعلم الأنيق المستقيم النظيف. هذا هو الأستاذ موسى كما عرفته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.